تحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، أحيا مكتب شباب الطريقة التجانية ندوة علمية تحت عنوان الهجرة النبوية تصحيح لمسار الأمة نحو الأفضل. رئيس مكتب اتحاد شباب الطريقة التجانية الشيخ يحيى جج يحيى قال إننا في هذا القرن 21 وبالتوازي مع 442 بعد الألف من العام الهجري نعاود أدراج حادثة الهجرة. المسلم يحتاج أن يجدد علاقته مع الله سبحانه وتعالى في كل حين وآخر. هذه الندوة العلمية جاءت لنتفاكر فيها سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. هذا وقد تطرق في الفقرة الأولى من هذه الندوة نائب رئيس مشيخة الطريقة التجانية الشيخ الغالي خليل عمر، والذي تناول فيها تجديد العهد مع الله عز وجل، إذ يجب على المسلم أن يتسلح بالإيمان، مضيفا بأن هذا الزمن غابت فيه التضحيات وحلت فيه المجاملات والغش، مناشدا المسلمين إلى الصدق مع الله عز وجل في توجهاتهم وعباداتهم على الطريقة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة سير الصالحين. أما الفقرة الثانية والأخيرة من هذه الندوة فقد تناول فيها نائب رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور حسب الله مهدي فضلة الهجرة النبوية دروس وعبر، كما تحدث عن التقويم الهجري وأول صحيفة في دستور الإسلام والتي اعترفت بحقوق المواطنين باختلاف معتقداتهم وقيمهم الأخلاقية التي يجب أن نرسخها في نفوسنا. من جهته راعي هذا الحفل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، قدم شكره الفائق لاتحاد مكتب شباب الطريقة التجانية على إحيائه ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا من العلماء الاستفادة من هذه المناسبة التاريخية وتعريف عظمتها وأهميتها للمجتمع، ودعوة المسلمين إلى وحدة الصف والكلمة.